السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد المسمن في الفرن، كيجي مسمن هكا، مسمن بريستيج حلو، يعني شي حاجه زوينه. هو ماشي مسمن مربع، انا غادي نديرو بحال شكل ملوي. كنتمنى الله يعجبكم وانتم معايا. عندنا في المقادير عندنا هنا واحد الساشيه ديال الخميره وحيدة، عندي هنا 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض الفورص مع بعض ديال العنبة، وعندنا هنا كاس ونص ديال هذا ديال الفينو، وعندي معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. المهم انا غادي نميلونجي هاد الشي بحال هكا، هنا صافي. وعندنا الميه باش نعجنو، ونديرو دابا هي الخميرة. صراحة المسمن إلا درتو فيه الخميرة كيجي فيها زوين. صافي غادي نديرو هاد المعلقة ديال الملحة، نزيد شي شوية، المعلقة ديال السنينة شوي حيت عندي هاد المعالق ما كبار بزاف. صافي نبداو نعجن المليح. المهم حاولوا انكم ما تجريوش بزاف وما تقصحوش بزاف. المهم انا غادي نجمع العجينه ونرجع معكم. صافي ها هي العجينه، بعد ما جمعتها دابا غادي ندهنها بشويه الزيت، وغادي نديرها في هذه البلاستيكه، وغادي نخليها لواحد المده ديال ساعه ولا ساعتين، يعني المهم الوقيته كل ما خليتوها كل ما مزيان. صافي غادي ندهنها باش ما تلصقش ليا في هذا البلاستيك الغذائي. صافي المهم انا ما طلقتهاش، يعني غادي نخليها، وانت باغا تشوفوا كيفاش ملي غادي نجبدها من البلاستيك، غنجبدها مبلوك بلا تعب بلا عناء بلا دليك بلا داكشي خاطئ. المهم ملي غادي ترتاح معايا العجينه غادي نرجع معاكم وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش غايجي. ها هي العجينه ديالنا نتوما كيف كتشوفوا، ها نتوما بلا ما دلكتها من حتى شي حاجه، هي صافي. دابا غادي نقادها وغادي نديرها كويرات وغادي نحطها هنا ونرجع معكم. صافي هاي العجينه قسمتها كويرات، دابا دهنتها بالزيت خليها ترتاح واحد شويه وندوز نخدمها وانتم معايا. المهم هنا عندي كاوكاو اونكاسي واللوز، انا خلطتهم بجوج، عندي هنايا الزيت وعندي هنايا العسل، والمهم الزبدة غادي ندورها باش ندهنو بها من الداخل وانتوما معايا. صافي دابا غادي نبداو نخدمو فيه بحال هكايا، نطلقو بحال هكا. المهم هذا راه ملوي ماشي مسمن مربع. كما في الملوي كي بغيت يطلق مزيان، كوكوطا راني خدامة صوتها راه مسطحلة. صافي دابا غادي ندهن بالزبدة دوبة، ندهن بحال هكايا.
شويه ديال الورقه شويه كتستعملوا ديال هذه الكانو صافي باش تجينا مقاده شويه كده لكم هنا هي الحلقه صافي غادي نقلب الورقه ديال الحسن غادي نديرها بحال هكا اللي بغا يدير الكونفيتير يديرو المهم انا عندي غير بلاصه اللي درتو بحال هكا صافي كناخدو هاد السوكا ولا اللوز ولا اللي عندكم انا سبق لي داك الاولى ها هي انا حيت غندير وحده في وحده صافي غندير بحال هكا صافي نخليه يرتاح صافي نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي ندير معكم واحده اخرى صافي هيا كتبتها دابا غادي ندهنها بالزبده بحال هكا صافي نجيب واحده هكا دابا غادي نديرو الزبده الزبده هي اللي كتساعدنا على التوره صافي نديرو هاد الحلقة ديال الحسن ونديرو معلقة كبيرة على المرشات الصغيرة باش تهز ليكم مزيان صراحة كيجي زوين كيجي لذيذ من الداخل نديرو هاد التوكا ولا اللوم اللي عندكم صافي نديرو منهم في بحال هكا نجيو من الجنيبات صافي تنكملو الكمية كاملة اللي عندنا ونرجع معاكم باش تشوفو كيفاش غادي نقرصو وندخلو الفران هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن الملوي اللي حضرت معكم اليوم هانتوما شوفوا كيفاش كيجي كيجي زوين ومقرمش كيجي طيب وهنا نقطع لكم هادي تشوفوا من الداخل شوفوا كيفاش كيجي كيجي فن وزوين كنتمنى من الله يعجبكم وينال اعجابكم وتجربوه راه غادي يعجبكم صراحه راه زوين انا بعدا كيعجبني كنتمنى من الله هذا الفيديو اللي حضرت معكم اليوم يعني استفدوا منه وتستفدوا من هذا المسمن صراحه راه زوين عجبني والسلام عليكم نتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر مع السلامه